مشاهدين قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في بث مباشر جديد ومن مدينة الدار البيضاء. المباراة اليوم مباراة الوداد الرياضي ومولودية وجدة، وليدات المدرب رمزي. باغيين ثلاث نقاط، باغيين يتصالحوا مع الجمهور، باغيين طوا بوا اللي تعطيهم واحد الثقة بعد الخسارة أمام أسيك ميموزا. وفريق مولودية وجدة باغي من المراتب الأخيرة، باغي يولي في المراتب المتتاليه. معنا مشجع ودادي، السلام عليكم. السلام خويا. السلام عليكم، كي داير بخير؟ الحمد لله، الله يحفظك خويا. هذا اللايف نشطوا ونضحكوا قبل الماتش ان شاء الله باذن الله. هذا هو في التفاؤل ديالنا ان شاء الله قبل الماتش. بربي عيدك كنقريفك. انا مرحبا. التوقع ديالك المباراه ديال الوداد الرياضي ومولوديه وجده؟ المباراه صعيبه يعني في ظل هاد الهزائم اللي دار طراو الاخرين، صعيبه بزاف. واش نقول لك، كنطلبوا الله يعاوننا وصافي، هادشي غنقول لك. والله غيكون مع اللعابه والنفسيه ديال المرمى محطمه. ويعني واخا الدراري يبينوا لك بالرغم لونطريما وهادشي والتحفيزه ديال المدرب والمساعدين المدربين يعني ديال الرئيس كاع السيد الناصري يعني كاين النفسيه محطمه بالرغم الهزائم، ثلاثه الهزائم الاخرين صعاب شويه، وكنتمنوا ما ياثروش عليهم في هذا الماتش ان شاء الله باذن الله. واش عموم نفسي ان شاء الله باذن الله غيكون الفوز ان شاء الله، وغيكون صعيب القضيه، وحنا ما كنتخمنوش التخمينه ديال ان شاء الله غيكون الفوز ان شاء الله باذن الله وصافي. هادشي اللي كاين. الوداد الرياضي خاصها اللي غادي يعطي، ولا خاصها زعما خاصها ديك الاسيست اللي غادي يعطي ماركي لي زافاسون طال مثلا؟ كاين سامبو، كاين الشرقي البحري، كاين في الاظهره، كاين اوناجم، كاين حيمود، كاينين لاعبين. واش نقدروا بهذه الفرقه وبهذه اللاعبين اننا نديو تشامبيونز ليغ ودير الوداد كاس العرش البطوله الوطنيه، بعد ان الجماهير والمدرب كيقول خاص انتدابات خاص مهاجم؟ اش كيبان لك واش في هذه الفرقه كما كنشوفوا بهذه الفرقه راه ما شاء الله وصلوا الفينال تشامبيونز ليغ، عفوا في سوبر ليغ الافريقي؟ اييه، هو القضيه من ناحيه انتدابات، خاصنا انتدابات في الهجوم، ما نكذبوش على الله، بدون يعني ترسارة بزاف. بالنسبه للهجوم خاصنا الهجوم، حنا في الوداد خاصنا شي هجوم يكون ناضي، خاصنا شي يعني شي ماركي كما كنقولوا ماركور، يعني شي تسعود. حنا الدراري هادو باقي ما بقيناش ديال الهجوم، وانما حنا كنلعبوا على التشكيله كامله. كامل ان شاء الله باذن الله، وكنتمنوا ان شاء الله الخير وهادشي اللي كاين، كنتمنوا الفوز، هادشي اللي غنقول لك انا. ديما وداد. تبارك الله عليك. الله يحفظك. شي كلمه تقولها كما تقولها الرئيس ديال فريق الوداد؟ كنقول ان شاء الله يزيد يدعم الدراري ماديا ومعنويا. سي سعيد ناصري كنقول لك من هذا المنبر، دعم الدراري ماديا ومعنويا، وعطيهم واحد الحس يعني نفسي وحس مادي وكل شيء ان شاء الله، باش يعطيو اكثر من الجهد ديالهم ان شاء الله باذن الله. هادشي ما كان. تبارك الله عليك. الله يحفظك. الله يبارك. الماتش ديال اليوم فين غتفرج فيه؟ غنتفرج فيه في الدار مع الوليدات. في الدار مع الوليدات. مع الوليدات وداديين، ولادي ثلاثه وداديين. محقق المقاله مع السته. السته دابا غنطلع في الطاكسي ونطلع للدار ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك ويطول عمرك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. مباراه اليوم، تبارك الله عليكم مشاهدينا، مباراة اليوم على الساعة السادسة ما بين الوداد الرياضي ومولودية وجدة في مركب البشير في المحمدية. الوداد الرياضي
وباغا تصالح مع الجماهير ديالها بعد الخسارات المتتاليه، اربعه الخسارات المتتاليه في تشامبيونز ليغ، وخساره امام سان داونز في النهائي في سوبر ليغ، والان البطوله الوطنيه. باغي الوداد الرياضي باغي تربح بالمدرب ديالها عادل رمزي وبالطاقم التقني وباللاعبين. لا ما نخافون على الوداد على وجده. الوداد الرياضي تشكيله تيقن في موطن تيقن زعما تيقن في الجماهير الوداديه، والجماهير الوداديه تطالب بثلاث نقاط بانه لمن الفوز بالبطوله الوطنيه وبالشامبيونز ليغ وبكاس العرش. ومولوديه وجده كذلك باغا انها تفوز مباريات باش تاخذ شكالي. شنو الحل؟ الحل يعني الحل هو خصهم ان شاء الله يعني يحيدوا من بالهم ومن الذهن ديالهم ديك الخساره الاخرين اللي خسروا، يحيدوها ان شاء الله باش يكون الفوز. يعني يلعبوا على الفوز، ديما يلعبوا على الماتش هذا، ينساو الماضي باش يبداو، ديما يبداو، ديما يكون تغيير، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون الفوز. انا مأكد غيكون الفوز ان شاء الله، ونقدر نقول لكم يعني غيكون بجوج زيرو ان شاء الله باذن الله. جوج زيرو شكون غيماركي هاد جوج بيوت؟ ما نقولش شكون غيماركي، وانما غنقول لك غيفوزوا بجوج زيرو كما قال باذن الله. وهادشي اللي وقع الوداد الرياضي شكون اللي كيتحمل المسؤولية ديالو؟ اش غنقول لك، انا ما داخلش معاهم في الفرقه، وانما نقدر نقول لك خاصهم داك الدعم، النفسي راه ما عندهمش، كيبان لي انا هو اللي بان لي خاصهم. ان شاء الله اللعابه راه في المستوى، يعني تبارك كما كنقول حنا شاخدين بالعقليه ديالهم، وان شاء الله غيجيبوا الفوز ان شاء الله باذن الله، غيجيبوا الفوز ان شاء الله. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. وكنشوفوا امطار الخير في مدينه الدار البيضاء. الله يرحمنا الله يرحمنا، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك. واجي معايا شوفوا، ونتلاقاو في لايف جديد في موضوع جديد. الى اللقاء. توجده.